عصام يوسف. ضيوفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وطلبة المدارس في مصر والعالم العربي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة في دور الـ 32 من الموسم الثامن لبرنامج العباقرة. برنامج العباقرة يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم الثامن من العباقرة، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الطالب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من طلاب بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في المرحلة الأولى كل نقطة ب2000 جنيه، وحيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لتطوير المدارس الحكومية في مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت طلاب مصر جمعوا 6,930,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية. تعالوا نشوف طلاب مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول مدرسة مشرفانا في الاستوديو من الزمالك محافظة القاهرة، نرحب كلنا بمدرسة بورسعيد للغات. مدارس بورسعيد للغات بالزمالك، تم افتتاح المدرسة في عام 1840 ميلادية، كان اسمها المانور هاوس، ثم تحولت إلى مدرسة تابعة للمعاهد القومية وهي تابعة لإدارة غرب القاهرة التعليمية. تحتوي المدرسة على أقسام عديدة: قسم اللغات، القسم البريطاني، القسم الأمريكي. شعارها تعليم، فكر، إبداع. هيمثل مدرسة بورسعيد في مباراة النهاردة 8 طلاب، هنبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم جنى عامر. أنا استعدت في كل المجالات خاصة المعلومات العامة والجغرافيا. أنا أهلي دعموني جدا وفرحوا بيا جدا أنا دخلت مسابقة العباقرة، وحلمهم إن شاء الله نوصل للمربع الذهبي. يوسف محمود. أنا جاي النهاردة أنا وزمايلي عشان نعلي اسم المدرسة ونكسب إن شاء الله. أنا شايف إن البنك الأهلي ليه دور عظيم جدا في تطوير المدارس الحكومية من خلال النقط اللي بنجمعها في الفقرات كلها. تأثير فهمي. احنا محضرين نفسنا لكل الفقرات، بس اكتر فقرة خايفين منها فقرة الفنون. انا حلمي من وانا صغيرة ان انا ابقى زي اخويا مهندسة، عشان انا شايفاه مثلي الاعلى ويعني شايفاه ناجح في حياته كلها، في شغله وفي كل حاجة، ونفسي ابقى زيه. وعلي رائد. فريق يعتمد عليا في فقرة تحت الضغط، عشان عملنا مسابقة في المدرسة وشوفنا مين اكتر واحد هينفع ينزل الفقرة دي، تختاروني انا عشان كان اكتر واحد عندي ثبات انفعالي، وانا اكتر واحد كان عندي الجرأة ان انا ممكن انزل الفقرة دي. مدرسة بورسعيد الحمد لله على السلامة. لازم اقول لكم انه احساس غريب جدا ان انتوا قاعدين قصادي، لان في يوم من الايام كان ممكن اكون مكانكم. مدرستي واعتز بيها، واخيرا مدرستي بتشارك بعد 8 سنين. مش بس مدرستي انا، مدرستي انا واخواتي، فاحنا اتربينا في المدرسة دي من حضانة لثانوية عامة. والمدرسة دي مش ليها معزة خاصة عندي، المدرسة دي هي اللي كونت شخصيتي، فأنا بعتز جدا بمدرسة بورسعيد بالزمالك. جنى، ازيك يا جنى؟ ازي حضرتك، عامل ايه؟ جنى عايزة تطلعي جراحة. ان شاء الله. جبتي القلب ده منين؟ هو انا الصراحة يعني نفسي اعمل حاجة للبلد في ده جدا، خصوصا انا ما يعني القلب الدكتور مجدي يعقوب يعني عمل مسيره كويسه جدا، بس انا نفسي اكون في جزء تاني غير الجراحه القلب. عايزه تتخصصي في ايه؟ والله يعني هي عامه يعني ممكن كبد، حاجات تكون احسن. قصدك كبد؟ كبد ده شكل الجعانة. بعد إذنك بعيدي عن الكبد خالص. مش دعوة في الكبد خالص، مش عايزين مشاكل يا جنى. بس أنا مبسوط من حاجة، إن أنت بتلعبي كاراتيه وحصلتي على المركز الأول على المحافظة. الحمد لله. دي سهلة، برافو عليكي. إزاي اتمرنتي وأنت عندك كم سنة؟ أنا بتمرن، أنا كان عندي 3 سنين لحد 12 سنة. في نادي إيه؟ الزمالك. أنا كنت الأول بلعب في نادي الشيخ زايد، بعد كده رحت نادي الزمالك ودخلت بطولات وكده وحصلت على الحزام الأسود. مركز أول جمهورية.
برافو عليك. زملكاويه؟ لا اهلاويه طبعا، بس يعني هو اللي كان يعني بتلعبي باسم نادي الزمالك وفي نفس الوقت اهلاويه. ما انا باباي زملكاوي بس انا اهلاويه. بس انت عارفه دي لغه الاحتراف طبعا. مفيش مشكله تلعبي باسم نادي وتكوني بتشجعي نادي تاني، هو ده الاحتراف. ودي لغه احنا اتعلمناها مؤخرا. الحمد يوسف وتيسير وعلي هنتكلم مع بعض وسط الحلقه. اوكي، كلنا نشجع ونحيي مدرسه بورسعيد بالزمالك. اما المدرسه الثانيه واللي هتنافس وبقوه للوصول لدور ال16 من محافظه الفيوم، نلعب كلنا مدرسه الفيوم الثانويه البنات. مدرسة الفيوم الثانوية بنات هي إحدى أعرق وأقدم المدارس الحكومية التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية. أنشئت في عام 1961 للمدرسة استراتيجية خاصة، من أهم مقوماتها الاهتمام بالطالبات ومنحهن تعليما مميزا من حيث الأسلوب والفكر والمهارات، كما تعمل على إعداد طالبات متميزات علما وخلقا. هيمثل مدرسة الفيوم الثانوية في ماتش النهاردة 8 طالبات، هيبتدي منهم 4، وأول واحدة فيهم إيريني يوسف. أنا العباقرة بالنسبة لي مش مجرد برنامج، أنا العباقرة كان بالنسبة لي حلم، مبسوطة جدا إن أنا قدرت أوصل له. رنا رمضان. رأيي في دور البنك الأهلي المصري إنه الدور حلو جدا لأنه بيساهم في تطوير المدارس الحكومية، وأنا مبسوطة إني هكون جزء من التطوير ده من خلال النقط الصحيحة والإجابات الصحيحة اللي هنجيبها. منى وليد. كان في تصفيات بيني انا وإيريني، اخترناها لان هي عندها ثبات انفعالي اكتر مني، وان شاء الله ربنا يوفقها في فقره تحت الضغط وما نخسرش فيها. حبيبه محمد. حلمي ادخل كليه الطب العسكري، عشان ده يعني ده حلم بابايا، وكمان انا بحب المواد العلميه جدا، وبعد كده ان شاء الله اخلص وادخل ألسن عشان بحب اللغات. فيوم السنه يا بنات، الحمد لله على السلامه. السلام حضرتك. احساسكوا ايه؟ مبسوطين؟ جدا جدا جدا. ازيك يا ريني؟ الحمد لله. اشتركتوا ازاي؟ احنا عرضنا على مديره المدرسه، وبعد كده عرضنا على مس رانيا اللي مسكتنا، وبعد كده قدمنا في البرنامج وجينا تصفيات، والحمد لله اتاهلنا. كان الاشتراك سهل ولا صعب؟ لا سهل. ما تعبتوش؟ بس احنا لقينا احباطات كتيره من المدرسه يعني. بس في الاخر ايه اللي حصل؟ لا قدرنا ووصلنا، ووصلنا هنا ده يعني دليل ان مفيش حاجه صعبه على اللي بيذاكر. مش بس كده، كمان انتوا عملتوا في التصفيات كويس جدا ما شاء الله عليكم. ميرسي جدا. قولي لي يا ريني، عايزه تطلعي دكتوره جراحه قلب؟ سامعه يا جنى؟ جراحه قلب يا جنى؟ ها ماليش دعوه. مش كبده؟ ها الفكره جت لك منين؟ اصل انا السير مجدي يعقوب هو المثل الاعلى، فمن هنا قررت ان انت عايزه تكملي المسيره. عشان نفسي اشتغل في مؤسسه مجدي يعقوب للقلب. ربنا يوفقك. وعايزه تعملي ماجستير ودكتوراه. عايزه تدرسي في الاخر ولا لا؟ كمان عايزه تدرسي. ما شاء الله. طيب قولي لي يا ايريني، متوقعه ايه من ماتش النهارده؟ لا مش هقدر اتوقع، لان اكيد المدرسه اللي قدامنا ما دام اتاهلت لدور 32 يبقى هم مدرسه كويس. لا مدرسه كويس، بعدين دي مدرستي. مش هزار يعني. يعني دي تبقى مشكله لو عمل وحش النهارده. بس هم حرين بقى، انا مالي، ماليش دعوه. بس برضه احنا واثقين من الفوز. واثقين من الفوز. ايوه ان شاء الله. حلوه لغه التحدي دي، والثقه دي جميله جدا. برافو عليك، احب الناس تبقى واثقه من نفسها كده. ميرسي جدا لحضرتك. رنا منى وحبيبه، برحب بيكم وهنتكلم مع بعض وسط الحلقه. كلنا نحيي مدرسة الفيوم الثانوية بنات. العباقرة في الموسم الثامن 6 فقرات، العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة نبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: أكمل المثل التالي. في التأني إريني سلامة. في التأني أكيد السلامة. إجابة صحيحة. عايز أقول لكم حاجة، ده سؤال السرعة والتمانية عارفين الإجابة. موضوع ما يستدعيش كل الدوشة دي خالص. كل أسئلة السرعة بتتجاوب يعني. إريني، مين اللي بتدي الأول؟ إحنا. انتوا هتبتدوا الاول ان شاء الله. تمام،
وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. في يوم الثانوية بنات عندكم سؤال في الجغرافيا، في جوكر؟ لا. جوكر إمتى؟ على حسب الماتش. تمام. في استراتيجية، شايفين؟ جغرافيا. والسؤال هو: ما هي الدولة التي تشكل الجزء الأكبر من شبه الجزيرة الأيبيرية؟ ما هي الدولة التي تشكل الجزء الأكبر من شبه الجزيرة الأيبيرية؟ حبيبة دوستي غلط، محدش يتكلم معاها. تخيلي يا حبيبة بقيتي لوحدك. إجابتك؟ إيران. إيران هي إجابة خاطئة يعني؟ أكيد، للأسف الشديد يا حبيبة إجابة خاطئة. بورسعيد، في إجابة ولا فيش إجابة؟ جانا. اليونان. اليونان إجابة مين؟ إجابتنا كلنا. كلنا أنتوا الأربعة يعني، أنتوا الأربعة موافقين على اليونان؟ إن شاء الله. إن شاء الله. أنتوا الأربعة؟ إن شاء الله. إجابة خاطئة. شكرا. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5: البرتغال، رومانيا، أندورا، إسبانيا. ثانية، كنت عايزين تقولوا إيه؟ إسبانيا. أندورا. الإجابة الصحيحة إسبانيا. حضرتك دلوقتي عندنا سؤال في الجغرافيا لمدرسة بورسعيد، في جوكر؟ لا. جغرافيا، والسؤال هو: جوتنبرغ هي واحدة من أشهر المدن الإسكندنافية، ففي أي دولة تقع؟ جوتنبرغ تاني أكبر مدينة في الدولة دي، في دولة إيه؟ ثلاث ثواني. يوسف إجابتك؟ السويد. إجابة مين؟ كلنا. يعني انتوا الاربعة موافقين برضو؟ ماليش دعوة. قلت لك انا ماليش دعوة. يا جنى ممكن تطلع صح. ممكن تطلع. لا مش ممكن تطلع صح. اكيد صح. هي صح. اجابة صحيحة. السويد هي الاجابة الصحيحة، وكده النتيجة 10 بورسعيد. الفيوم ما عندكوش نقط، بس عندكو سؤال في التاريخ، في جوكر تاريخ. والسؤال هو: ما هي أول دولة عربية من دول شمال إفريقيا اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما هي أول دولة عربية من دول شمال إفريقيا تعترف باستقلال أمريكا؟ رنا. المغرب. المغرب بعشنات. إجابتك؟ إجابة صحيحة. المغرب. وفي عهد محمد الثالث ملك المغرب اعترفوا بأمريكا. نتيجة تعادل 10-10. بورسعيد عندكم سؤال في التاريخ، في جوكر خسارة. السؤال اللي جاي سهل. تاريخ. والسؤال هو: في عهد أي الخلفاء الراشدين تم بناء أول أسطول حربي لدولة الخلافة؟ في عهد أي الخلفاء الراشدين تم بناء أول أسطول حربي لدولة الخلافة؟ تيسير إجابتك. عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يا تيسير إجابة خاطئة. في إجابة؟ منا إجابتك. عثمان بن عفان. عثمان بن عفان رضي الله عنه. اللي اقترحها مين؟ تعرفي؟ اللي اقترحها معاوية بن أبي سفيان. منا إجابة صحيحة. عثمان بن عفان رضي الله عنه هي الإجابة الصحيحة، وبكده النتيجة 20 الفيوم 10 بورسعيد. ودلوقتي عندنا سؤالين في الأدب، وأول سؤال للفيوم، في جوكر؟ لا.
أدب. والسؤال هو: من هو الشاعر المصري الذي ترجم رباعيات الخيام عام 1924 وغنت منها أم كلثوم؟ فات 8 ثواني. حبيبة، أول ما سألت سؤال ضحكتي وانبسطت جدا، واضح إن الإجابة عندك. إجابتك أحمد رامي. أحمد رامي، مش هفصلك، أكيد إجابة صحيحة. أحمد رامي الإجابة الصحيحة، برافو عليك يا حبيبة. وبكده النتيجة 30 الفيوم، بورسعيد 10، وسؤال في الأدب. في جوكر؟ لا. أدب، والسؤال هو: تمتلك أيرلندا أديباً واحداً فقط يجمع بين جائزتي نوبل والأوسكار، فمن هو؟ كسب نوبل 1925 وكسب الأوسكار 1938. ثانيتين. غريبة جدا ان انتوا حتى ما حاولتوش تجاوبوا. في إجابة؟ طبعا طبعا. سؤال سهل جدا. سؤال سهل اقول جورج برنارد شو. جورج برنارد شو، طبعا إجابة صحيحة. جورج برنارد شو هي الإجابة الصحيحة. وكده النتيجة 40 الفيوم، 10 بورسعيد. بورسعيد، ازاي؟ هي الإجابة كانت موجودة بس أنا ما كنتش عارفة جنسيته، يعني أنا اتلخبطت بين جنسيته بس. بصي، هقولك على حاجة مهمة. عندك إجابة مش هتخسري حاجة إنك تقوليها، فما فيش مشكلة إن أنتوا تحاولوا، بس ما تسيبوش الوقت يعدي وتخسروا النقط، على الأقل يبقى اسمكم حاولتوا. آخر سؤالين في الفقرة، أول سؤال في العلوم، الفيوم. في جوكر؟ لا خلاص. لا خدي يلا. طبعا العشرين نقطة دول هيفرقوا جامد جدا. علوم، والسؤال هو: ما هي جنسية الطبيب كارلتون جايدشاك الذي قام بدراسة مرض الضحك المميت؟ يعني موت من الضحك ده مش نكتة، ده واحد درس المشكلة دي. منا ألماني. ألمانيا منا بعشرين نقطة، إجابة خاطئة. يوسف، لو إجابتك صح هتاخد 20 نقطة. نمساوي طبعا انتو عشان جاي تشك، فالاسم ألمانيا نمساوي. يوسف، إجابة خاطئة. خلي بالكم، يا زائد 20 يا ناقص 10، والاختيارات قصادنا على الشاشة: أمريكي، فرنسي، إنجليزي، سويسري، وحصل على نوبل كمان. خفتوا تاخدوا الريسك؟ كنت عايزة تقول إيه يا منة؟ سويسري. سويسري إيه؟ ستر ربنا ما قلتش ولا؟ ستر ربنا ما قلتش فعلا. الإجابة الصحيحة أمريكي. أمريكي. آخر سؤال في الفقرة، مدرسة بورسعيد. يا ترى في شكر ولا في جوكر؟ في دوس على البازر. خليني نروح لعلي رائد الأول قبل ما نسأل السؤال الأخراني. علي رائد عايز تخش الفنية العسكرية، صح؟ صح. الاختيار ده جاي إمتى؟ وأنا كان نفسي أطلع مهندس، وفي نفس الوقت نفسي أفيد البلد بحاجة، وأنا كمان عشان مش عارف ماليش جيش، فأنا كان نفسي أخش الجيش. يعني كنت عايز تدخل الجيش تبقى ظابط وكمل في المجال ده، فقلت فنية عسكرية تجمع ما بين الحاجتين. جميل جدا. علي، أنت بتلعب في الزمالك، صح؟ مصبوط. قولي بتلعب إيه؟ باك رايت. باك رايت. ناشئين الزمالك تحت كام؟ تحت 16 سنة. تحت 16 سنة. بتحب مين في مركز الباك رايت في مصر وبره مصر؟ في مصر انا مثل اعلى عمر جابر. عمر جابر، وبره مصر داني ألبس. اختار موفق للاثنين، الاثنين حريفه فعلا. بالتوفيق يا علي.
سؤال في العلوم بعشرين نقطة. طبعا خلي بالكم لو العشرين نقطة دول طاروا الماتش يبقى هرب. علوم، والسؤال هو ما هو الرمز الكيميائي لعنصر اليوروبيوم؟ ثلاث ثواني. ايو. ايو دي اجابة مين؟ انا. انتوا الاثنين اتفقتوا. انتوا الاثنين اجابة صحيحة. ايو هي الاجابة الصحيحة. برافو عليك يا يوسف وبرافو عليك يا جنى. وبكده النتيجة 30 بورسعيد 40 الفيوم. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى طلاب مصر جمعوا 70 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 140 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. عباقرة المدارس ومباراة جميلة جدا في دور ال 32، وأفكركم بالنتيجة. الفيوم الثانوية بنات 40، بورسعيد بالزمالك 30، وبورسعيد بالزمالك حصل عندها تغيير، يوسف تامر نزل مكان علي رائد. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. قول لي يا يوسف، عايز تبقى دكتور مخ وأعصاب؟ ليه دكتور مخ وأعصاب؟ هو في سبب معين بس، يعني هو أنا حاسس إن هو تخصص مختلف، قلت يعني اتخصص فيه عشان هو اتخصص كمان تخصص صعب ويبقى يعني حاجاته فيها دقه عاليه. لا ده دقه مش عاليه، ده دقه يعني مش عاديه، مش عاليه، حاجه مش عاديه يعني. ربنا يوفقك ان شاء الله. قول لي بقى اخبار الزمالك ايه؟ زملكاوي؟ واضح ان الكرسي ده كل بيقعدوا عليه زملكاويه. صح. اخبار الزمالك ايه؟ قول لي، مبسوط؟ مبسوط الموسم ده ولا مش مبسوط؟ اكيد مش مبسوط. بقالي كام ماتش بس مبسوط. مش مبسوط. شفت يوسف بيقول لك ايه؟ اكيد مش مبسوط. جاهز؟ تمام. ماتش حلو؟ بالتوفيق يا يوسف. شكرا. ودلوقتي مع الفقره الثانيه، فقره المعرفه. المعرفه. المعرفه اربع اسئله واحد لواحد، معلومات عامه، رياضه، تكنولوجيا، وقدرات ذهنيه. يوسف ورنا. رنا ويوسف، وسؤال في المعلومات العامة، وهنشوف مين اللي هيحرز العشر نقط دول. معلومات عامة، والسؤال هو ما هو أقدم معجم للغة العربية في العالم؟ مختار الصحاح. مختار الصحاح إجابة خاطئة. مش مختار الصحاح. رنا. القاموس المحيط. رنا إجابة خاطئة. لسان العرب. لسان العرب. لسان العرب. غلط. العين. أيوة يا رنا. إيه بقى؟ برافو عليكي. إيه الإجابة الصحيحة يا رنا؟ معجم العين. معجم العين. اتفضلوا. تيسير ومنة. منة وتيسير. وسؤال في الرياضة، روح رياضية. تيسير. ازيك يا تيسير؟ الحمد لله. تيسير عايزة تبقي مهندسة معمارية. حد في العيلة مهندس معماري؟ مش معماري بس العيلة أغلبها مهندسين. وشمعنى اخترت المعمار؟ أنا بعرف أرسم، فقلت ممكن برضو أدخل يعني هواية الرسم مع الهندسة، لأن أنا بحب يعني من صغري وأنا نفسي أبقى مهندسة، فممكن قلت يبقوا الاثنين حاجة كويسة. يعني مع بعض. يعني الرسم، موهبة الرسم موجودة. ومع دراسة الهندسة هتبدعي في الاثنين إن شاء الله. فكرة حلوة. سؤال في الرياضة، والسؤال اللي جاية منا عن واحدة بنت. تمام؟ رياضة، والسؤال هو ما هو النادي الفرنسي الذي تحترف فيه بطلة كرة اليد المصرية مروة عيد عبد الملك في عام 2020؟
في عام 2020. مروة عيد عبد الملك بتلعب فين؟ كانت هدافة الدوري 2014-2015 نادي ايه؟ باريس. هي دي بيسموها سرعة البديهة. احنا نعرف ايه؟ نعرف باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان ايه؟ اجابة خاطئة طبعا. برافو عليكي، اجابة خاطئة. مروة ابتدت في مركز شباب زينهم وبعد كده راحت النادي الاهلي. انا عارفة النادي الاهلي. عارفة جوه مصر. لا، وبعد كده كابتن الخطيب دعمها لحد ما احترفت برا. عارفه برضو المعلومه دي برضو. عارفه اه والله. طب ما عرفتش النادي ايه بقى؟ لا انا النادي بقى مش عارفه. مش عارفه اه بصراحه. هتخمني ولا اقول انا؟ لا قول بقى خلاص. مش عارفه بصراحه. الاجابه الصحيحه نيس. نادي نيس. اتفضلوا ونحيي البطله المصريه مروة عيد عبد الملك. جنة اتفضلي. وحبيبة روح رياضية. دي مشكلة القصيرين بقى، مش عارف يعني لازم يلفوا كده مش هتوصل صح ولا ايه المشكلة دي يا حبيبة؟ أيوة. والله حبيبة اخبارك ايه؟ كويسة. الماتش حلو؟ حبيبة دكتورة مخ واعصاب. جراحة. جراحة. يا السلام، والله انا مش عارف انتوا جايبين القلب ده منين. اشمعنى بقى؟ انا بحب المجال، وكمان مجال مش بيشتغل فيه ناس كتير، وكمان انا عايزه اخش طب عشان يعني احقق برضه هدف مامتي وبابايا وجدنا. جدك هو جده هو كان دكتور بس اضطر ان هو يسيب الكليه عشان ظروف في عيلتهم يعني. تمام، فانت عايزه تكملي مسيره جدك. برافو عليكم. تكنولوجيا. والسؤال هو في اي دوله يقع المقر الرئيسي لشركه كونامي المطوره لالعاب الفيديو؟ كونامي فين؟ المطورة لألعاب الفيديو كونامي فين؟ سويسرا. ممكن. مش مصدقك. سويسرا. إجابة مضحكة مش خاطئة. حبيبة إجابتك؟ كاليفورنيا. كاليفورنيا نفس الإجابة المضحكة بتاعتنا بالظبط. يا جماعة اليابان. الست دول عارفين انها في اليابان. يعني اولا والله كنت هقول الكترونيكس ومن الاسم وفيديو جيمز. ايوه صح. اتفضل اخر سؤال. قدرات ذهنية يوسف وإيريني. إيريني ويوسف. وسؤال في القدرات الذهنية لغاية دلوقتي ما خدناش نقط. قدرات ذهنية. والسؤال هو إذا كانت في تعني الجمع وعلى تعني الطرح. حل المسألة الآتية. 12 في 12 على 40 في 66 يساوي كام؟ الفي معناها جمع والعلى معناها طرح. إجابتك 50. برافو عليك يا إيريني، إجابة صحيحة. حظك يا يوسف 50 هي الإجابة الصحيحة. خطفتي 10 نقط وكده النتيجة 50 الفيوم 30 بورسعيد. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أربع أسئلة بـ40 نقطة تعتمد على السرعة. ليكم انتوا التمانية. وأول سؤال في السينما والمسرح. والسؤال هو مسلسل شهير يدور حول فقدان البشر القدرة على الرؤية من بطولة جيسون موموا، فما اسمه؟ مسلسل شهير يدور حول فقدان البشر القدرة على الرؤية، جيسون موموا، لسه جديد. إيريني. لويس برايل. ياباني طبعا. كويس انك عارفه انها غلط، بس برافو عليكي انك حاولتي. اجابه خاطئه.
جنى. بروبرت. جنى إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة سي. ده من إنتاج أبل تي في. سؤال تاني في الأغاني والموسيقى. والسؤال هو من هي المطربة اللبنانية صاحبة أغنية مع جريدة؟ من هي المطربة اللبنانية صاحبة أغنية مع جريدة؟ منا فيروز. عمرك سمعت فيروز بتغني أغنية اسمها مع جريدة؟ بسمعش أصلا. بسمعيش. إجابة خاطئة. مش فيروز. معرفش. يوسف عايز يدبش جنى وجنى بتدافع عند البازر. ولا انا والله في اجابه ولا فيش اجابه؟ يعني بذمتكم لما اقول مغنيه لبنانيه هتخسروا ان انتوا تحاولوا. الاجابه الصحيحه ماجدة الرومي. ايوه بالظبط كده يا ماجدة الرومي. هي يا فيروز. بالظبط يا فيروز يا ماجدة الرومي. السؤال الثالث لو حياته معالم. والسؤال هو في أي دولة آسيوية تقع قلعة أجرة؟ إريني. الهند. برافو عليك. إجابة صحيحة. الهند هي الإجابة الصحيحة. القلعة الحمراء أو الحصن الأحمر. وكده النتيجة 60 الفيوم الثانوية بنات 30 بورسعيد بالزمالك. آخر سؤال في سرعة البديهة. والسؤال هو من هو الرئيس الأمريكي الذي يجسده الممثل في الصورة؟ أبراهام لينكولن. يوسف إجابة صحيحة. إبراهام لينكولن هي الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة 40 بورسعيد 60 الفيوم الثانوية بنات. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 30 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 60,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 200,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. عباقرة المدارس ومباراة مهمة في دور ال 32 وهفكركم بالنتيجة 60 الفيوم الثانوية بنات 40 بورسعيد بالزمالك. وحصل عندنا بورسعيد تغييرين، علي رائد رجع مكان يوسف تامر، وشهد يوسف نزلت مكان تيسير فهمي. ازيك يا شهد؟ الحمد لله. مهندسة معمارية كمان. مش عارف ايه الموضوع النهارده. اشمعنى مهندسة معمارية؟ هو انا بحب الرسم، وبحب كمان اكتر مادة بحبها هي الجيومتري، فحاسة ان هو هيبقى ماكس من اكتر حاجة بحبها. انت زيك زي تيسير برضو. نفس الكلام. نفس الفكر. شاهد قدوتك داليا سعداني. داليا سعداني عرفتيها ازاي؟ شفت لها كذا كانت جاية في كذا برنامج، فشفتها فعجبتني جدا وعجبني ستايلها جدا، تعمل حاجات مختلفة يعني زي النمط العادي اللي احنا بنشوفه، فحبيت ان انا ابقى زيها. ايه رأيك اعرفك عليها؟ احب جدا. ايه رايك تروحي تزوريها في مكتبها؟ داليا سعداني صديقه عزيزه واحنا اصحاب جدا، فلو عايزه تتعرفي على داليا سعداني اعرفك عليها. احب جدا. يا اتفقنا؟ اتفقنا. بالتوفيق يا شهد. منا وليد. ازيك يا منا؟ الحمد لله. اربعه دكاتره جراحين مخ واعصاب. انت كمان؟ اشمعنى مخ واعصاب؟ هو اولا عامه الجراحه بيستبعدوا فيها البنات، علشان بقى حكيت ان هو ممكن خلاص احنا ما بنقدرش نستبعدكم في اي حاجه. طبعا خلاص هنستبعدكم ازاي؟ انت وحبيبه انتوا الاثنين مخ واعصاب، مفيش هزار يعني. والمجال في حد سبق وقال الكلام ان هو صعب ولسه ما حصلش فيه حاجات كتيره، يعني انا قدامي فرصه في المجال ده. طيب منا خلينا نروح لحاجه تانية. اخبار الملاكمه ايه؟ بتحبي تتفرجي على الملاكمه ليه؟ بجد استغربت اول ما قريت بحب اتفرج على الملاكمه. بحسها رياضة شريفة جدا، بحب اتفرج عليها كرياضة بتنمي
روح الواحد من جوه، يعني بتعرف ان كل حاجه مش بتيجي بالعنف بس انا بستخدمه، يعني انا بقدر على اذيه الشخص ده بس ما اذيهوش. بصي ما اقتنعتش بولا كلمه، ما عرفتيش تقنعيني ولا ثانيه حتى. يعني ايه المتعه في ان انا قاعد بتفرج على اتنين بيضربوا بعض؟ لا دي ممتعه جدا. طب ما تلعبي ملاكمه، ايه رايك؟ والله نفسي بجد. والله جدا نفسي جدا جدا يعني. طيب منا، انا قريت ان انت حفظت القران. الحمد لله. ختمتيه؟ الحمد لله. ابتديتي تحفظي وانت عندك كام سنه؟ لا من وانا صغيره قوي، 4 سنين 5 سنين. ما شاء الله. وختمتيه وانت عندك كام سنه؟ ختمت في ثالثه اعدادي. ما شاء الله، نحيي كلنا منا وليد. ما شاء الله. عندك حلم تاني؟ مهم جدا إيه؟ بقى نفسي الف العالم، واول دوله اسافرها اليابان. اشمعنى اليابان؟ بحسها متمسكه بحضارتها، مش بتتاثر بحضاره تانية. يعني ممكن اي دوله تانية تتاثر باي حضاره واي فاشن بتاع اي دوله تانية ما عدا اليابان، زائد ان هي بقى كوكب لوحده يعني كده. بصي المنطقه دي يعني احنا لما زرنا كوريا الجنوبيه كانت رحله مختلفه، الحضاره جنب التقدم، شرق اسيا كله مختلف عن بقيه النظام والنظافه والتكنولوجيا. وبنتهز الفرصه ان انا اشكر LG على الفرصه اللي اديتها لاولادنا في برنامج العباقره علشان يروحوا يزوروا سول ويتعرفوا على كوريا. نحيي كلنا شركه LG. كانت الحقيقه رحله جميله جدا، متعبه بس كانت جميله. منا جاهزه؟ نكمل ماتش ان شاء الله. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. مدرسة بورسعيد اختارت علي رائد، ومدرسة الفيوم الثانوية بنات اختارت إيريني يوسف. اتفضلوا. عشر أسئلة في 45 ثانية. أول حد هيبتدي معايا إيريني. علي تفضل مع سمر، هتسمع أغنية وترجع لنا تاني. إيريني تفضلي مكاني. إيريني عارفة تحت الضغط؟ أيوة. لو الإجابة مش عندك هتقولي إيه؟ نيكست. نيكست. لو ما قلتيش حاجة حضرتك تفضل ساكت. هفضل ساكت، اتفقنا؟ تمام. عينيك على الكاونتر وكل تركيزك معايا، حاولي ما تضيعيش وقت. تعالي كده نطمن على علي. تمام؟ مبسوط جدا. تحت الضغط كاونتر. من هي الفنانة التي لعبت دور سمر في مسلسل بين السرايات؟ ما هو نظام الحكم في دولة البحرين؟ ملكي. صح. في أي دولة عربية شامية تقع مدينة صور؟ في لبنان. صح. ما هي جنسية الشاعر مريد البرغوثي؟ فلسطيني. صح. في أي قارة تقع سلسلة جبال قلن؟ باز. ما هو العدد الذري لعنصر الجاليوم؟ 32. غلط. إلى أي الحروب تنتمي معركة كابوريتو؟ الحرب العالمية الثانية. غلط. ما هي اللغة الرسمية في دولة منغوليا؟ منغولية. صح. من قام بتأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل الشهد والدموع؟ عمر خيرت. غلط. ما هو النادي الإنجليزي الفائز بالدوري الأوروبي عام 2019؟ ليفربول. غلط. رياضة. اتفضلي. عشان كده حطينا السؤال للرياضة ده آخر سؤال عشان احتمال ما نوصلوش. أنا وصلت العشرة؟ إحنا وصلنا العشر أسئلة وعندي كم إجابة صح؟ 3. لا عندك 4 إجابات صح. سمر عايزين علي ينضم لينا من فضلك. برافو عليكي يا إيريني، نحيي كلنا إيريني طبعا. برافو عليكي. مش سهلة الفقرة دي، مش سهلة. ضيعت أسئلة. علي اتفضل مكاني. طبيعي إنك تضيعي أسئلة. تفتكر يا علي إيريني جاوبت على كم سؤال صح؟ 3. 4. 4. لو اتعادلت محدش هيدي هدية لحد. لو جبت 5 إيريني هتديك 10 نقط هدية. أقل من 4 هتدي إيريني 10 نقط هدية. السؤال اللي مش هتعرف تجاوبه هتقول إيه؟ باس. ما قلتش باس؟ هفضل ساكت. تمام. جاهز؟ تمام. تحت الضغط كاونتر. من هي الفنانة التي لعبت دور سمر في مسلسل بين السرايات؟ باس. ما هو نظام الحكم في دولة البحرين؟ جمهوري. غلط. في أي دولة عربية شامية تقع مدينة صور؟ العراق. غلط. ما هي جنسية الشاعر مريد البرغوثي؟ عراقي. غلط. في أي قارة تقع سلسلة جبال قلن؟ أمريكا الشمالية. غلط. ما هو العدد الذري لعنصر الجاليوم؟
18. غلط. لأي الحروب تنتمي معركة كابوريتو؟ باس. ما هي اللغة الرسمية في دولة منغوليا؟ باس. من قام بتأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل الشهد والدموع؟ محمد فوزي. غلط. ما هو النادي الإنجليزي الفائز بالدوري الأوروبي عام 2019؟ ليفربول. غلط. ولا إجابة صحيحة يا علي. هارد لك. هارد لك يا علي. إريني 4 إجابات صحيحة ب20 نقطة، وعلي كمان هيديك 10 نقط هدية. كلنا نشكر علي وإريني، اتفضلوا. النتيجة اتغيرت. 90 الفيوم الثانوية بنات، 40 بورسعيد. تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. من هي الفنانة التي لعبت دور سمر في مسلسل بين السرايات روجينا؟ في أي قارة تقع سلسلة جبال كولن؟ آسيا. آسيا بالضبط كده. 6 ما هو العدد الذري لعنصر الجاليوم؟ 31. 32 هو 31. إلى أي الحروب تنتمي معركة الحرب العالمية الأولى؟ كابريتو. الحرب العالمية الأولى. من قام بتأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل الشهد والدموع؟ عمار الشريعي. بالضبط كده، عمار الشريعي. ما هو النادي الإنجليزي الفائز بالدوري الأوروبي عام 2019؟ كمين؟ تشيلسي. بالضبط كده يا علي. لما الواحد ما بيجاوبش كذا سؤال ورا بعض بيتخض، بيقلق. حصلت قبل كده فما تقلقش. حصلت من طلبة في جامعات، مش عايزك تقلق يا علي. هارد لك. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. 25 نقطة لمدرسة واحدة بس، وأول 2 علي وحبيبة، تفضلوا. وهنشوف الهدف الأول لمين. الموقف بقى صعب يا علي، لأن 25 نقطة ترجع الأمل تاني لمدرسة بورسعيد. في رأيي لو الفيوم الثانوية بنات أحرزت ال 25 نقطة دول، المباراة اتحسمت أو شبه اتحسمت. السؤال الأول، تاريخ أطلق لقب كيمت على أحد شعوب العالم القديم، فمن هم؟ الشعب المصري. الشعب المصري يا علي، إجابة صحيحة. المصريين الهدف الأول لعلي رائد، ومدرسة بورسعيد هدف بلا مقابل. يوسف ومنة، منة ويوسف، ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. بتفكر في إيه في المستقبل؟ على حسب مجموع، يعني ممكن أقول حاجة وما تحصلش، فمستني أجيب مجموع. لو جبت مجموع كويس هتدخل إيه؟ خش هندسة. مش معنى هندسة؟ عشان اخش علمي رياضة، فافضل حاجة في علمي رياضة هندسة. يعني بس انت مالكش توجه معين؟ لا لا لا. اخبار الشطرنج، بتلعب شطرنج؟ حبيبة بتلعب شطرنج كويس؟ تلعب؟ تتحداها؟ يا ريت. بعد الحلقة مباراة شطرنج ما بين حبيبة ويوسف. هدف بلا مقابل يا منة. يا الهدف التاني ليوسف يا تتعادل. السؤال التاني، أدب. من هو كاتب الرعب والإذاعي صاحب رواية قبل البداية الوقاد؟ كاتب رعب مشهور جدا. أحمد خالد توفيق. دكتور أحمد خالد توفيق، إجابة خاطئة. يوسف، إجابتك. نبيل فاروق. نبيل فاروق، إجابة خاطئة. مين بعد وإجابة؟ حسن الجندي. حسن الجندي. مش حسن الجندي. أحمد يونس. بالضبط كده يا علي، الإجابة الصحيحة أحمد يونس. جنى وإيريني، إيريني وجنى. بص يا جنى، لو جاوبتي صح رجعت ب 25 نقطة خلاص. يا إيريني محتاجة تتعدلي علشان نشوف مين اللي هيحرز الهدف الثاني ب 25 نقطة. السؤال الثالث، جغرافيا. إلى أي دولة تتبع جزيرة كروزيه؟
دولة أوروبية. اليونان. كروزي اليونان إجابة خاطئة. في إجابة تدوس على البازر. بريطانيا. بريطانيا إجابة خاطئة. بالظبط كده. كروزي فرنسا أكيد. تفضلوا. الإجابة الصحيحة فرنسا. شاهد ورانا رانا وشاهد. مش محتاجين ورقة وقلم. ما هو سؤال في القدرات الذهنية. ازيك يا رانا؟ الحمد لله. رانا طبعا دكتورة، يعني احنا فريق الدكاترة النهاردة صح؟ رانا عايزة تبقي دكتورة وجراحة. ما شاء الله كلكم عندكم القلب ده. جبتي القلب ده منين؟ والله مش عارف. لا والجميل ان رانا عايزة تبقى جراحة بس بتحب الرسم. يعني شوفي الجمال. بترسمي ايه؟ هو انا برسم عموما كل حاجه، يعني اي حاجه بتيجي في بالي عاوز ارسمها برسمها، بس عموما مناظر طبيعيه وكده. مناظر طبيعيه، جميل جدا. الموقف كالاتي يا شهد. لو رنا جاوبت صح اتعدي، لو انت جاوبتي صح ترجعي ب 25 نقطه، لو رنا جاوبت غلط رجعتي ب 25 نقطه، لان انتوا معاكوا هدف. السؤال الرابع رياضه. عبلة خيري هي لاعبة مصرية في رياضة عالمية، فما هي؟ تلعب ايه؟ كرة طائرة. كرة طائرة إجابة خاطئة. سباحة. سباحة. أول مصرية تعبر المنش كان عندها 13 سنة. الهدف الأول. حظك يا شهد. وتخمينة حلوة يا رنا. تخمينة حلوة. هدف مقابل هدف. ويبقى دلوقتي عندنا الهدف الذهبي ليكم انتوا الثمانية. الهدف الذهبي ب 25 نقطة لمدرسة واحدة بس. الهدف الذهبي قدرات ذهنية. حل المسألة الآتية. 90 في 9 ناقص 50 في 3 زائد 420 يساوي كام؟ 1080. 1080 إجابة صحيحة. 1080 هي الإجابة الصحيحة. 25 نقطة لمدرسة الفيوم الثانوية بنات. وبكده النتيجة 115 الفيوم الثانوية بنات 40 بورسعيد. مباراة جميلة جدا في دور 32. مدرسة الفيوم الثانوية بنات مركزين أكتر. الفرق ما بيننا مش كبير، بس احنا لازم نركز ونتقدم عليهم في السكور. الهدف الأول. أنا كنت نازلة في الأول متوترة، بس رجعت أمل الفريق إن إحنا ممكن نحل تاني. بورسعيد ابتدوا يقلقوا أكتر. كان مهم جدا أخطف الهدف التاني عشان محتاجين 25 نقطة. اللي فرق توتر عالي في تحت الضغط. حتى الإجابات لو موجودة بيبقوا قلقانين يجاوبوا. أنا في رأيي المباراة اتحسمت. هنقول مبروك وهنقول هارد لك. خلينا نشوف عجلة الحظ ونكمل ماتشنا. النتيجة بعدت وتصعبت على بورسعيد جدا. الأمل موجود؟ موجود بس ضعيف. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. كده طلاب مصر جمعوا 55 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 110,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 310,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.
عباقرة المدارس ومباراة مهمة في دور ال 32 الموسم الثامن، وهفكركم بالنتيجة. الفيوم الثانوية بنات 115، بورسعيد بالزمالك 40. ودلوقتي مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل مدرسة. أول سؤال منار، فضل يا منار. منار دسوقي، منار دسوقي. والسؤال الأول لمدرسة الفيوم الثانوية بنات، وهنشوف موضوع السؤال إيه. شكرا يا منار، ارجع مكانك. سؤال في الفنون، فيوم الثانوية بنات، سؤال في الفنون، يا ترى 20 نقطة ولا 30 نقطة؟ 20. 20 نقطة فنون. والسؤال هو: من هي المطربة المصرية صاحبة أغنية ذكرياتنا؟ أنا هفتي. هفتي. شادية. بعيدة؟ ده حد معانا هنا في الحياة يعني. ايه ده بجد؟ اه. كمان اسمها قديمة؟ لا مش قديمة خالص. اريني اجابة ايه؟ خاطئة. لا مضحكة. اجابة مضحكة. مش خاطئة. في اجابة شهد. انغام؟ انغام اجابة خاطئة. الاجابة الصحيحة امال ماهر. انا قلت امال ماهر. انا قلت امال ماهر. انت قلتي امال ماهر. طب ما جاوبتيش ليه يا جنى؟ عشان اقول انها مش مصريه. امال ماهر مش مصريه؟ شهد قالت كده. مش انا اللي قلت. لا والله قلت كده. جنسية تانية يا شهد ولا ايه؟ مش عارف. مش انا والله. طيب احمد عمرو، اتفضل يا احمد. احمد عمرو، السؤال التاني. هنشوف السؤال التاني موضوعه ايه. شكرا يا احمد، ارجع مكانك. معلومات عامه بورسعيد، عندكم سؤال في المعلومات العامة، يا ترى 20 نقطة ولا 30 نقطة؟ 30. دوس على البازر. طبعا 30 نقطة دول بالنسبة لكم مهمين جدا. جاهزين؟ جاهزين ان شاء الله. معلومات عامة، والسؤال هو: الدول الإفريقية التي يتكون علمها من 6 ألوان هي جنوب السودان ودولة أخرى، فما هي؟ جنى. جزر القمر. يعني السؤال اللي فات ما استعجلتيش، السؤال ده استعجلتي وما خدتيش رأي حد خالص، وعندي 15 ثانية. جزر القمر. إجابة خاطئة. إجابة خاطئة. في إجابة؟ منا إجابتك؟ جنوب أفريقيا. إجابة صحيحة. جنوب أفريقيا هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا منا. وبكده نتيجة 145 الفيوم الثانوية بنات، 40 بورسعيد. شهد عماد، اتفضلي يا شهد. السؤال الثالث، المباراة اتحسمت للفيوم الثانوية بنات. فنون، سؤال في الفنون. حظكم كده مع الفنون. طب السؤال ب 20 نقطة ولا ب 30 نقطة؟ ب 20. لا 30. 30 كده كده مش هيتعادل النقط مهمة. بالظبط كده. ايوه. كل ما هناخد نقط زيادة البنك الاهلي هينبسط منا أكتر، عشان تطوير مدارس الحكومية. صح ولا غلط؟ صح. فنون، والسؤال هو: من هي الفنانة التي لعبت دور حبيبة في مسلسل قلب حبيبة؟ من هي الفنانة التي لعبت دور حبيبة في مسلسل قلب حبيبة؟ منا. منى زكي. منى زكي. إجابة مضحكة. برافو عليك يا فندم. إجابة مضحكة. ايه مش منى زكي.
مضحكه تانية برضو. مش عندي الاحساس ده، هي الحلقه كوميديه بيني وبينكم يعني ضحكتوني كتير النهارده. شاهد حنان ترك. حنان ترك لو مش منى زكي يعني ما حنان ترك. شاهد اجابه ايه؟ خطأ. برافو عليكي، اجابه خاطئه. الاجابه الصحيحه سهير البابلي. موضوع تاني خالص. موضوع تاني خالص. طيب اخر سؤال ياسمين سامي، اتفضلي يا ياسمين. اخر سؤال هنشوف موضوع السؤال ايه. جوكر، اخيرا ابتسم الحظ لمدرسة بورسعيد. ياسمين عملت اللي عليك وجبت الجوكر، هما بقى يعملوا اللي عليهم ويجاوبوا ان شاء الله. تحبي يسألوا في ايه؟ معلومات عامة. معلومات عامة، تمام. اخر سؤال في الحلقة معلومات عامة، والسؤال هو ما هي العملة الرسمية لجزر سليمان؟ سوليمان آيلاندز. ايه العملة الرسمية لسوليمان آيلاندز؟ يوسف. الفرنك. إجابة خاطئة. في إجابة؟ حبيبة. دولار. الدولار. دي إجابة مين؟ يعني أنتوا الأربعة موافقين؟ أنتوا الأربعة مقررين؟ قبل ما أقول لك إجابتك صح ولا غلط، معانا النهاردة أفضل لاعب بستين نقطة إيريني يوسف. برافو إيريني، تعلقتي النهاردة 60 نقطة، برافو عليكي. ويا حبيبة دولار، إجابة صحيحة. دولار جزر سليمان، برافو عليكي يا حبيبة. وبكده النتيجة 165 الفيوم الثانوية بنات، 40 بورسعيد. بورسعيد تجربة مهمة، أكيد استفدتوا منها، هي قاسية ولكن مهمة. ارجعوا اعملوا مجهود تاني واستعدوا تاني علشان ترجعوا جاهزين. اتفقنا؟ هارد لك لمدرسة بورسعيد، نحيي كلنا مدرسة بورسعيد. وبكده يبقى اجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 205 نقطة، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 410 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 7,340,000 ألف جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. هادلك لمدرسة بورسعيد، ألف مبروك الفيوم الثانوية بنات، وإلى اللقاء ومباراة جديدة مع العباقرة. الحمد لله خدنا ثقة برضو اللي احنا نعرف نحسن من نفسنا، وخدنا خبرات ان شاء الله نقدم مرة تانية ويكون الأداء أحسن. أنا فرحانة جدا ان احنا قدرنا نحقق الحلم اللي احنا بقالنا كتير بنسعى عشانه، حتى لو كان لسه في الدور ال 32 احنا ان شاء الله نقدر نعوض النقط اللي ما قدرناش نجيبها النهاردة في بقية الماتشات ان شاء الله. طبعا احنا كان نفسنا نكسب النهارده، بس